الاجتماع الأول لعام 2014 للمجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة يحمل في أجندته تطلعات وطموحات المواطنين بأن تحظى كل المواضيع والاحتياجات في ولايات المحافظة بدرجة من الاهتمام ومتابعة التنفيذ. نقوم بأعمال الآتية في أمانة سر المجلس البلدي محافظة جنوب الباطنة: إعداد جدول الأعمال لمخاطبة أعضاء المجلس البلدي لحضور الاجتماعات. النقطة الثانية: إعداد المحاضر لجنة شؤون البلديات في المحافظة اللي هي ولايات المحافظة، وإرفاق من ضمن جدول الأعمال للجان الثلاث اللي هي اللجنة الخدمة العامة واللجنة الاجتماعية والشؤون الصحية والبيئية واللجنة القانونية. أعمال المجلس حقيقة تناقش في بداية العام الجديد المواقع الترفيهية والسياحية، ووفقا للمادة كذلك 16 على 14 أن للمجلس له حق اقتراح المواقع السياحية والمخططات كذلك السكنية التجارية والمخططات السياحية. طبعا إذا جئنا ونظرنا إلى محافظة جنوب الباطنة فهي تتمتع بكثير من المزايا السياحية والمواقع السياحية التي ينبغي أن تبرز على الساحة. تفعيل المواقع الترفيهية على مستوى المحافظة ومشاريع الطرق والإنارة والأسواق والظواهر الاجتماعية والتي ترد من مختلف لجان المجلس تأخذ حيزا من المناقشات والأخذ والرد وصولا إلى رفع التصورات والمقترحات إلى جهات التنفيذ. تحديات كبيرة ومواضيع متعددة على طاولة مناقشات أعضاء المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة، والمواطنون يعقدون الأمل على أن تحظى الجوانب الخدمية لولاياتهم اهتمام الأعضاء. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية الرستاق.